بص يا صادق، انا عايزك بقى تبلغ مدام بديعه وتبلغ ميسيو انطوان، قول لهم ان اسماعيل من الليله دي مش هيبوس ايد حد. عاجبهم على كده اهلا وسهلا، مش عاجبهم خلاص الارزاق على الله. وطي صوتك، هتخرب بيتك بايدك. انا ماليش بيت اساسا عشان يتخرب، ده انا عايش في بنسيون عند الجيش العثماني. الجيش العثماني؟ انت مريض؟ انت سخن؟ بكشي؟ انا بكشي، اخش اعمل نمرتي ولا لا؟ ادخل يا اسماعيل، يظهر انك اتجننت وراسك طق. انت حر. حر. استنى استنى، بيقول لك يا سيدي مرة واحد مش عارف ينام طول الليل من الدوشة اللي فوقيه، صحي من النوم وقعد يزعق: يا جماعة اللي فوق، يا جماعة اللي فوق مش عارف انام. عيل صغير بص له وقال له: معلش يا عمي، اصل امي بتنفض البنطلون بتاع ابويا. قال له: يا سلام، يعني البنطلون بتاع ابوك يعمل الدوشه دي كلها؟ قال له: اصل يا عمي ابويا جوه البنطلون.